نروح للمسابقات. المسابقات، موقف النادي الاهلي خلال مشاركته في كاس العالم للانديه، هل تاجيل مباريات للنادي الاهلي هيتاجل له كم مباراه، وهل التاجيل ده ممكن ياثر على موعد انتهاء الدوري ولا لا؟ اكيد طبعا ممكن، طبعا طبعا ما كانش محطوطه في الاجنده ولا ميعاد البطوله ولا ان الاهلي كان هيشارك. فلما حطينا ال 29 جوله واعلنتهم كنت ممكن اعلن ال 34 جوله زي ما الناس كلها عايزه، انما ظروف الملاعب والانديه كتير مشتركه في ملعب واحد، فبالتالي لازم اسيب اخر جوله عشان اشوف مين اللي بينافس ومين المهدد بالهبوط عشان العبهم في توقيف واحد. فطبعا لا، في طبعا هيبقى في مواجهات للنادي الاهلي ممكن تاخر الدوري، انما كل ده متوقف على ظروف الانديه في افريقيا، هيكمل مش هيكمل، النادي الاهلي هيوصل لحد فين في كاس العالم للانديه، فهيتاجل له كام حاجات كتير متعلقه، مين هيوصل نهائي كاس مصر عشان كان في نهائي يوم 6 فبراير صحيح، فبالتالي الاهلي لو وصل نهائي كاس مصر هيبقى مش هيلعب النهائي، في النهائي هيتأجل. يعني أمور كرور كتيرة متشابكة كلها. فأنا إن شاء الله بعد المباراتين بتوع قبل النهائي ممكن أعلن الجولة، خاصة إن الرول لسه معمولة إمبارح والأول. والله يا كابتن عامر، أنا دايما بشفق عليك جدا في لجنة المسابقات دي على مر السنين اللي فاتت دي كلها. يعني حضرتك قلت ده في لحظة قعدت افكر، قلت طب ما كله داخل في بعضه، انت هتقعد تحدد المباريات ازاي؟ وكده كده احنا بنتضايق وكده كده بننتقد بعد كده، بس اكيد الامر صعب جدا ومعقد جدا. لا الامور معقدة جدا جدا الحقيقة، مع يعني رغم السنين دي كلها وبطلع اشرح انما برضه ما حدش بيراعي وبرضه بيفضلوا يهاجموا. يعني قلت لحضرتك كام حاجة كلهم مرتبطين ببعض دلوقتي. صحيح. يعني انا اتلخبطت كده لما حدد ميعاد بديل للنادي الاهلي، اخر مواعيد كانت في الدوري صحيح عشان يحدد مكان ميعاد مباراه القط المتداخله مع كاس العالم للانديه، فراح اخذ مواعيد ثانيه اللي هو يوم 3، فبالتالي يوم 3 ده كان فيه ماتشات للاهلي. صحيح. طيب